الإنسان اللي عنده مرونة هو الإنسان الذي يمتلك القدرة على التنقل بين مواقع الإدراك كلها، وعندما يتنقل بين مواقع الإدراك سيرى الخبرة بصورة أفضل. مواقع الإدراك الزمنية يقدر ياخد الخبرة من الماضي ويستفيد منها في الحاضر وينجح للمستقبل. مواقع الإدراك المنطقية يبقى عنده القدرة على التنقل بالإجمال والتفصيل. مواقع الإدراك المكانية يقدر يعيش في المواقع الثلاثة. صاحب المرونة هو الذي يتحكم في النظام. يعني إيه صاحب مرونة؟ أديكم مثال على مطعم. مطعم فتح بيقدم وجبة واحدة بس، ومطعم فتح بيقدم 20 وجبة، مين زباين يكون أكثر؟ اللي بيقدم ال20. ليه؟ الآن بالتعبيرات بتاعتنا، لأنه أكثر الخيارات. إيه يعني أكثر مرونة؟ الخيارات أكثر. فاللي بيقدر يتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل عنده حرية، حتى وقت الخطبة عنده حرية التنقل، عنده خيارات. لكن الخطيب اللي بيتكلم عن الماضي بس ما عندوش اختيارات، هو اختيار واحد. فكل ما تزيد الاختيارات، كل ما تزيد المرونة، كل ما ينجح الإنسان.